الشفافيه والبعد عن الكوربوراتيزم انهم يكونوا واحد الجسم متضامن انصر اخاك ظالما او مظلوما او اقهر اخاك يعني ولو كان مظلوما ما كناش يعني كان عندنا وسيله. الان حصل تقدم باش ما نطولش ولا عند القدرات الحق في تكوين جمعيات كيف سيمارس هذا الحق مساله اخرى. إذن كاين المجلس الدستوري تحول المحكمة الدستورية، هنا كاين بعض التقدم، فتح حق اللجوء للأقلية البرلمانية، وكذلك فتح حق اللجوء للمواطنين، ولات عندنا واحد الإمكانية ديال الحق في دفع بعدم دستورية قوانين، مثلا واحد القانون ديال الأحزاب، مثلا قانون الأحزاب أنا كنعتبره غير دستوري، أنه أسس نظاما للترخيص. خصك تجمع واحد عدد الناس من عدد الجهات وتطلب وزارة الداخلية باش دير المؤتمر، وزارة الداخلية يمكن لها تمشي للقضاء وتحبسك، درتي المؤتمر مشيتي ديتي وريقاتك يمكن عاوتاني يقول لك لا ما احترمتيش إلى آخره. إذن هذا الدفع بعدم دستورية القوانين يسمح للمواطن أو الهيئات أن يقولوا هذا القانون اللي غادي يطبقوا عليا القاضي غير دستوري، فكتوقف المحكمة الأمر وتحيله على المجلس او المحكمه الدستوريه. الثغره خامسه اخيره كانت هو ضعف الضمانات ديال حقوق الانسان. الدليل على ذلك هو تقرير هيئه الانصاف والمصالحه. هذا التقرير رسمي وقال بان تاريخ المغرب ما بين 56 الى 99 حاله صدرت فيه انتهاكات جسيمه، اختطافات، تعذيب، قتل خارج القانون، محاكمات غير عادلة. إذن ما هي قيمة الضمانات الدستورية؟ الأسباب كثيرة، خصني واحد الساعة باش نشرح، ما غاديش ناخد ساعة. إذن ما هو التقدم الذي حصل في قضايا الحقوق؟ على مستوى الضمانات الدستورية كاين واحد التقدم مهم في حقوق المعارضة، في حل الجمعيات فقط بقرار قضائي، حل الاحزاب والنقابات فقط بقرار قضائي. كاين نص على مساواه المراه والرجل، ولكن لما نذهب الى ذلك التعبير المتعلق بالاتفاقيات مع احكام الدستور وتوابيت المملكه كتبقى القضيه ملتبسه. ضمانات الحريه الشخصيه طبقا للقانون، كاين هذا القانون يعني الا بقى القانون اللي كاين فيه ثغرات، واكثر من ذلك نعتبر ان القانون ما فيش ثغرات، احيانا لا يطبق، وعندنا امثله كثيره في قضايا متعلقه بحريه الصحافه، متعلقه بايقاف الاحزاب الى اخره. مثلا نقطه مهمه جدا هي الاختفاء القسري. في الدستور الحالي كاين عباره انشائيه كتقول الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من اخطر الجرائم. ايوا طفرناها بهذ العباره. خص اولا حسن النيه هو ان المصادقه على اتفاقيه الامم المتحده المتعلقه بحمايه جميع اشخاص من الاختفاء القسري هي من توصيات هيئه الانصاف والمصالحه سنه 2006، صادق عليها الملك في جونفي بدايه، احنا دابا راه في 2011. شكون اللي منع طيلة هذه المدة أننا نديروا هذه المصادقة، مع أن المغرب وعد أمم المتحدة، عندي رسالة موجهة للأمم المتحدة لما رشح المغرب نفسه لعضوية مجلس حقوق الإنسان الجديد، قال لهم راه صافي هذه الاتفاقية اللي كتوجد بمجرد ما توجد أنا غنصادق عليها، ولم يفعل. والآن في الدستور كيقول لنا الاختفاء التعسفي من أخطر الجرائم، وهذه القضية راه كنعرفوها، ولكن هل قلتم بأنه ينظم بقانون تنظيمي طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة؟ ما قالوش، هذه هي اللي ما حالوش فيها على القانون. كنتمنى على أنه القانون اللي غادي يعترف بجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية هذه فيها إشارة في هذا القانون. بالخلاصة أن عندنا دستور فيه آلية تحسنت شيء ما، فيه مكتسبات، فيه ألغام أيضا وتناقضات تتعلق بعلاقة العالمية ديال حقوق الإنسان بالثوابت الوطنية والقوانين، فيه مرحلة انتقالية ما بين ملكية تنفيذية وملكية برلمانية،
فيه امتداد دستور يراوح مكانه ولا يضيف شيئا، واحد العداد ديال الفصول لا قيمه لها معياريا، يعني ما عندهاش شي حاجه تشد فيها وتلزم السلطات تبني عليها شي حاجه، بحال هاد القضيه اللي قلت لكم ديال الاختفاء القصري من اخطر الجرائم، راه هذه راه عارفينها الناس. توسع الدستور البرنامجي، هذه القضيه مهمه خصنا نعرفوها، مهمه. عدد من المؤسسات البالغه الاهميه بحال المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، المحكمه الدستوريه، و يعني هيئات مهمه تحتاج الى قانون تنظيمي. يعني راه ماشي غدا غنصوتوا على الدستور وغنلقاو وحدنا محكمه دستوريه منصبه ومجلس اعلى للسلطه القضائيه. وهذا القانون التنظيمي كاين واحد الفصل، كنظن انه الفصل 86، كيقول حتى نهايه الولايه التشريعيه الاولى، يعني 5 سنين، البرلمان والحكومه عندهم هذه المده كلها باش يديروا هذا القانون، ما خصهمش يفوتوها. ولكن علاش ما قالوش سنه؟ علاش اكثر من ذلك؟ الناس اللي كيديروا الدساطير وكيحيلوا على قوانين تنظيميه مفروض انهم يهيئوا هذه القوانين التنظيميه. وكتشوفوا بانه في المغرب كاينه قوانين كنحتاجوا المراسيم، بعض المرات كيخرج القانون والمرسوم بجوج. علاش؟ لان في حاجه اتفاقيه دوليه كتلزم عليهم هذه المواطن. كاين احيانا قانون والمرسوم كيقولوا خوتنا سير الضيف، يعني سنوات وكيبقى ما عندكش هذاك القانون، راه ما كاينش الا ما كانش مرسوم تطبيقي. اذا عندنا واحد الدستور برنامجي في عدد من المسائل الاساسيه. شنو هي الخطوره ديالها؟ هو ان المغاربه صوتوا على مؤسسات جديده بغاو يشوفوها، فاذا بها غادا تبقى مؤسسات قديمه اللي ما تلاوش قابلينها ومع الثقافه ديالها ومع الممارسات ديالها. علاش؟ لان الدستور كيسمح بذلك، ولكن ما خصوش يكون نوع من التاسف في هذه القضيه ديال الزمان. اذا غادي نسالي وغنلقي اسئله اللي نبغي يكون فيها نقاش. هو ما هو الدور المستقبلي لحركه 20 فبراير؟ هل ستشتبك مع النخب الفاسده ضمن مشاركه فاعله في المعارك الانتخابيه بجانب القوى الديمقراطيه؟ كيف ستنظم نفسها؟ هل ستتوحد القوى اليساريه؟ انا كنعلن هويتي وهذا حريه الراي والتعبير. هل ستوحد القوى اليساريه صفوفها لتشكل كتله تتقدم مجتمعه للمعارك السياسيه والنقابيه؟ هل ستتخلى عن صراعاتها الشخصيه وتتصرف بمسؤوليه رجال ونساء الدوله؟ ماذا سيكون موقفها من العدل والاحسان؟ إذا هذه أسئلة. واللي نبغي نقول هو أن النصوص الدستورية ستتأثر بقوة بالنظام الانتخابي. كيف ستجري الانتخابات؟ وما هي المؤسسات التي ستنبثق عن الانتخابات؟ والحكومة التي ستخرج من البرلمان؟ هذا هو الذي سيعطي لهذا الدستور المقبل واحد الشكل. باقي ما عندوش شكل دابا، هو بحال جنين. ولكن هذه المسائل هي اللي، وهذه محتاجه المعارك. عندنا عناصر تشاؤم وعناصر تفاؤل. عناصر التشاؤم هو هذه الطريقه البدائيه المتخلفه ديال الحمله الانتخابيه والسماح بهذا النوع، لانه ماشي عيب انه تكون حريه، وربما اغلبيه الناس يعني غادي هذا الدستور غيدوز. انا كنتصور مزيان يدوز ب 51%، ديك الساعة غيبان المغرب ديمقراطي، ولكن هم كيظهر لي كاين شي وحدين باغيين يدوزوا ب 95 ولا أكثر. وهذه القضية راه ما مزيانش. إذا أنا كنستسمح وكنختم هذه المحاضرة وأنا مستعد للأجوبة، شكراً.